سيدنا السلام عليكم وصباح الخير بيان سور حيت هاد الوقت راه عندي 7:30 ديال الصباح كيف تشوفوا كنوجد راسي باش نمشي للخدمه. اليوم قررت انني نمشي بلا موتو حيت الصهد بزاف عرفتي والعافيه شعل عندنا العوافي في النهار راه كل واحد كيجلس بالكليماتيزر وتجلس بالرياحات سينو كتبقى كتلصق. كيف تشوفوا اليوم لابسه جين ولابسه صباط ماشي ديال الموتور اللي ما نصحش شي واحد يلبس بحال هكا لانه الله يستر الى طرات شي حاجه راه الواحد كيريسكي حياته. دونك انا ما نصح حتى شي واحد انه بالعكس ننصحكم انكم تلبسوا البروتيج في يعني سروال يكون خاص بلا موتو سبات خاص بلا موتو. كي قلت لكم في واحد لا فيديو واحده اخرى ان هذاك السبات ما يكونش فيه سيور سي فري انا لابسه سبات ما فيه سيور ولكن كيبقى ان السبات ماشي لا موتو الا تحتي غادي الله يستر ترس مرجليك ولا هذا. مهم انا هاد الهضره كامله علاش لبست هكا اليوم لانه صراحه ما قديتش لبس حوايج لا موتو لان كنبقى نعرق من الداخل كترجع بحال اللي جالس في الصونا ولكن ما كنصحش حتى شي واحد انه يدير بحالي. فوالا دابا غادي نوض غادي نشد الطريق غنهجج عباد الله في 7:30 ديال الصباح اونتر بارونتيز كنضحك معكم. درت ساكي فوق كتافي دايره ساكي فوق كتافي كنضحك معكم هادي اونتر بارونتيز. المهم ودابا غنشد الطريق كنتمنى ان لا فيديو تعجبكم كما انا كتعجبني باسكو هادي هي لا باسيون ديالي كنتمنى ان اللي كيتفرج فيها تعجبو. دونك
شوفو يلا ساليت الخدمة ساليت شوية مع طلع اليوم ومهم عادش الطريق دابا للدار كي كتشوفو كان عندي شوية المشكل مع الكاميرا في الرجوع لأنه من كان باركي كان زولها ومنين جيت نركبها صراحة ما عرفتش نركبها مزيان عاود عندي ما عندي مشكل مع هاد الحوايج ديال التكنيك عاد كنتعلم اللي عنده شي نصيحة عارف شي طريقة قولها لي او اللي عارف انه كاين شي حاجة اللي يمكن نستعمل يخلي لي تعليقات وينصحني دونك فوالا هادشي اللي كاين دابا غادي نرجع بحالي للدار كنتمنى ان هاد الفيديو اليوم ما تكونش ثقلات عليكم ما تكونش ثقيلة انها تكون خفيفة وظريفة وانها تعجبكم وانا كنت تخليوا لي لايك تبارتاجيو بيان سور وتشتركوا في القناة باش ان شاء الله كي قلت لكم راه مازال الخير القدام مازال غادي نحط فيديو اللي غيكونوا ان شاء الله حسن وحسنوا ليهم كتر دي فوا كنحط انا كنبغي نشاركهم مع الناس اللي يتعرف باش يتعرفوا عليا كتر وصافي ماشي بون سيادنا دونك فوالا سيادنا نخليكم على خير و نتشوفوا ان شاء الله في لا فيديو الماجيه يلا في رعاية الله باي باي.